السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إخواني وأخواتي داخل الوطن وخارج الوطن، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. معكم أخوكم محمد الصفريوي. اليوم غادي تشوفوا معنا الإعلامي الجزائري علي بن الشيخ كيدير مقارنة بين الكرة المغربية والكرة الجزائرية، وما بين جمهور المملكة المغربية الشريفة وجمهور البنان والحمير. من هذا المنبر غادي نقول واحد المثل المغربي: أجاب طز الحمد لله. كنتمنى لي تعجبكم بالحلقة، وإلا عجبتكم ما تبخلوش علينا باللايك. على بركة الله. منتخب النيجر اليوم الخميس في سهرة رمضانية لم نكن ننتظر مثل هذه الصور، صور مؤسفة للغاية شاهدناها من الجمهور الذي حضر لملعب نيلسون مانديلا. البداية كانت بالصفير والتصفير على النشيد الوطني لمنتخب النيجر. هل يرضى أي جزائري لو لعبنا هذه المواجهة في النيجر أو في بلد إفريقي آخر، هل كنا سنرضى بأن يتم التصفير على نشيد قسما نشيد الجزائر؟ مستحيل. نفس الشيء حدث بعد تسجيل منتخب النيجر للهدف الأول. شاهدوا هذه الصور المؤسفة، بعد أن سجل منتخب النيجر لهدف الفوز تم رشق الملعب ورشق العناصر التي كانت ساجدة فرحة بالهدف بالقارورات. أي عقل في ملعب جديد بقي مغلق منذ الشان الأخير، منذ نهائي الشان الأخير. الأرضية كانت في أبهى حلة، كانت أرضية رائعة، كل شيء كان على أحسن ما يرام، رغم أنه مشاكل كبيرة كانت في الدخول إلى الملعب. كان الكثير من الناس اللي جات بعد الفطور بالتذاكر وبتذاكر VIP ولم تتمكن من الولوج إلى الملعب. لنتفاجأ بهذه الصور المؤسفة، عدد كبير من القارورات، قارورات المياه تم رميها وتم تدوين ذلك من طرف محافظ المباراة، إضافة إلى تدوينه لتصفير على النشيد، إضافة إلى تدوينه دخول إلى أرضية الميدان بعد صفارة النهائية للحكم حكم المواجهة دخول بعض المناصرين. هل يمكن أن نرضى للجزائر أو لمنتخبنا الوطني أن يتم التصرف معه بهذه الطريقة في أي بلد إفريقي آخر لو تم التعرض لنا بهذا الشكل؟ شيء غريب وغريب جدا أمين أقصاص أن يتم التصرف مع الأنصار من طرف الأنصار بهذه الطريقة. يعني تصل وأنت صائم وتدي معك الشوربة باردة تأكلها في ملعب نيلسون مانديلا باش بعد تسجيل الهدف ترمي على الناس القارورات الفارغه، وكاين كاميرات من المفروض هاد الناس يسو ايدونتيفي، لانه هاد 3 ولا 4 ولا 10 اللي رموا القارورات ما يمثلوش 40 الف متفرج، لكن هادو ما يسيئوا لصوره الجزائر امام الناس اللي شافت المباراه. الى متى نبقى نتصرف بمثل هذا الشكل؟ هادو نبدا لك بالماتش وبالدخله دايرينها 4 تاع العشيه، دوك كون حابين نطوروا الكره الجزائريه تبي ربي الماتش على 10 تاع الليل ما يقدرش ان سيبورتي يدخل 4 تاع العشيه وفي رمضان. نظن حنا هاد الشيء هذايا راهو يتكرر كرر فلاشان، شفنا كيفاش كانت لاناشي كيفاش كان الدخول الى الملعب. نظن حنا رانا نقولوا ملعب بمقاييس عالميه، مين تاعك يدير ملعب بمقاييس عالميه لازم ثاني الجمهور يكون عالمي، لازم ثاني الجمهور تحترمه الجمهور ثاني. الجمهور ما تجيبوش 4 تاع العشيه صايم في رمضان روح جايب لي شربه روح جايب قدره خصو غير القدور. لا 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 هذا موك دو ريسبي للشعب. نظن بلي هذا شيء مؤسف، ولا كون حابين نطوروا الكره ولا راكم حابين تطوروا ما تطورونا حنايا كاشخاص كشعب. نظن بلي ديروا الدخله على 8 تاع الليل، ديروا دخول الناس نشوفوا في اوروبا الملعب فارغ 10 دقائق قبل البدايه قبل ما يبدا الماتش فارغ. خلونا نتمسخر هدايا ونروح لك الجهه الاخرى، نروح لك تاع مثلا تيرو بالقرعه صح كيما قلت انت ماشي كاع الشعب ماركه بيت وكي ماركه بيت ما يفرحش يا خويا صفر من حقك انك صفر مع سجل الفريق المنافس سجل ضدك هدف صفر علاش صفر راحوا سجلوا ما داروا ما بروفوكاش الشعب نورمال دوك انتم كيما قلت انت 10 عباد ولا 15 ولا 20 عبد ما يقدروش يحاربوا 40000 كاين لي ناس ملاح انا ماناش نقولوا كاع من ضمن هذه الصوره هذه تشوف صوره الجزائر ما تصفرش على النشيد تاع ثاني نشيد وطني حتى شفنا بحرج قال لهم سكتوا قال لهم لا لا هدايا بالصور بالفيديو ظن شويه طلعوا شويه النيفو ظن هذا شيء مؤسف وما ما يقولوا بلي نديروا كوب دافريك انا جاوبي بهذا الشيء سمحوا لي ما تقدروش ديروا كوب دافريك امبوسيبل مام 2050 ما تقدروش ديروها. علي بن شيخ واش رايك في ما حدث؟ حاجه مؤسفه بامكانك ان تقوم بالتصفير ما عجبتكش الحال تغادر الميدان تغادر المدرجات عفوا تصفر على الفريق المنافس قال سجل هدف ولا تصفر على الفريق تاعك ولكن باش تضرب الناس بالقارورات وتصفر على النشيد المنافس ربما راك تموتيفي ليكيب ادفيرس. لا يضربوا بالقارورات كما تقول بالقرعه هذوك بلاستيك انا نظن تنجم تقول سي جيستيفي كيلكو بار. علاش؟ علاش دوك نقول لك علاش؟ بريميرمون كاين ملعب جديد ما شاء الله كي نديروا ملعب جديد لازم باش ماشي نربيو المطرق يربي لي كاميرا لا يندارو علاش نخسر دراهم انا ندير لي كاميرا بارتي دو مومون اللي دير لي كاميرا صافي دير لي راح يزغد نجيبوه ويخلص باش دوطر ما يزيدوش يديروا حنا نديروا لي كاميرا نخسروا الاموال بصح ما نديروا والو. هذه فكرتني في الصيف ليتي في الصيف لي بلاج سيرتان بلاج الجيريان وين شفناهم دايرين قياطم ويجيبوا القدرات والطابونه ويطيبوا في البحر ويغطي لك انت الماء اللي من اللور لحقت لواحد الدرجه خلاص لا لا رجوع سي فيني باش تعاود تصفي يفو يكون مطرق بالحديد ماشي بالحطب مي ما كاش المطرق الور خليه هذايا ويرمي واش تحب انت قلت ما يمثلناش 4 و10 لا يمثلنا باسكو في العالم كيشوفوا يشوفوا سي دي لاجيري ما يمثلنا ما تقولوش ما تكتبوش دير واحد الكلام اللي تقولوه مانيش عارف غير ولا غير في هذا القمع تاع الجزائري اللي ولا ايه هكذا حبيتو انتم هاك قلتم قبيله الناس كانت راكده دوكا الناس ماهيش راكده دوكا بداو يفطروا الناس حبيتو هكذا ما كاين لي كاميرا واحد ما يخلص اما لك يرمي انا نقول حاجه عاديه او يرمي رمى ومن بعد خلاص يرفدوا هذوك ويروحوا وخاوتهم زعما مسلمين ماركو بيت حبس سجدوا لله من الفرحه لا لا نضربوهم زعما ديروا لهم والو انت شفت انت يوم 2023 مازال الناس تجيب قدره للسطاد يا خلاص يا فيني برك انا بقيت هضرك على الله انا نهضر في على انا مانيش عارف رانا عايشين قدره في 2023 في السطاد ياخذ شربه
صاحبين هذا ودخلت السوايع كاع برجع ولا ما تخير ما يعرفش شكون اللي يصير هكذا قاعدتك هذا السبور هذا قاعدتك انا مانيش فاهم شكون قاع اللي يصير هذا كيفاش هو يخمم وهذا اللي يخمم على بها رحنا فيها الوقت كيف رجع للمستوى تاع التخمام هذا هو خلاص ما بقات والو هذا علاش علي بن شيخ في كل مره نفس النداءات فيما يخص نشيد تصفيه تاع النشيد اسمع انا البارح شفت كونفرنس دو بريس تاع الكراكي المدرب تاع المغرب انا شفته اه وين قال لهم قلنا للشعب بالك وتصفروا فلافان كي دار الكونفرنس بريس ابري الماتش اشكر البيبليك لان قال واحد ما صفر خلاص عديت قياس صح لا التصفير هذا ولات عاده تاع التصفير على الفرق المنافسه والنشيد تاع الفريق المنافس كيما انت ما تحبش النشيد تاعك يصفروا عليه ما تصفرش على النشيد تاع المنافس صفر دول هذيك اللي يهضر احنا جينا شويه ضحك والله انا ما نضحكوش ما نضحكوش نبكيو انا حبيت نعرف برك واش كان في راس المسؤول هذايا اللي ديسيدا يدير الدخله على الربعه 3.5 صابلات هذا المسؤول حبيت نعرف هذا المسؤول واش عنده في راسه كيفاش انت ديسيدي وتقول الدخله اول نهار في رمضان على الربعه في ناس المانديلا الناس صايمه يعني حبيت نعرف الحقيقه واش عندك في راسك دوك ومن بعد هيك المشكل ماهوش غير في رضوان المشكل راه في الشعب هذاك اللي راح راه هذاك المناصر عنده مشكل طبعا انت يا الاستاذ الربعه تاع العشيه تمريض راه 8 ما دخلوش هاك محمد ما دخلش من بعد المشكل ما ندخلش ما نروحش على الربعه رضوان لا الشيطان انا شفت الناس عائلات باكملها باكملها بالراجل بالزوجه بالولاد بالتناجر بالقصف رايحين للاستاد لا لا رضوان ما عرفتش الصوره هذه تاع تبادل ولكن انا هدايا المسؤول هذا يقول لي برك علاش درت لنا هكذا انت اللي ديسيديت على الربعه زيد نشوف من بعد تكلموا على 12 على 10 باش نحكموا لي سيبورتير هذو ما بعد تكلمت على النشيد الوطني والقرع هذه الصور هذو ما يمشيات رضوان خلاص وماشي الصور الاولى والثانيه والثالثه والاخيره كان مقبل مازال اليسرى يعني هذه لي زيماج هذيا ما راحش تخدم لنا في الجزائر ولكن من اليوم رضوان من في الجزائر راح يدخل في تيروار اذا كملنا بهذه الاشياء كما هذه صوره اخرى مؤسفه اسمح لي تروح الفيلودروم دخل الفيلودروم شفت الفيلودروم ملعب مارسيليا مش عارف رانا عايشين كاع كي تجي داخل يا اخي شفت تجي داخل تحطها هكذا يا اخي شفتوها كبيره باش بعد تدخل اتصيد لي زاجون سيكوريتي مستفين كاع كونتولي بورك كاين نسا باش يحوسوا نسا ورجال يحوسوا رجال يحوسك باش ما تدخلش ميم با قريعه تاع بلاصتك شرب الداخل يعني يدخل قدره عيب هاد الناس اللي يدخلوا قدره وهذا اللي خلاهم يدخلوا قدره كاع قدور كاع خلينا نروحوا صوره اخرى جو سوي ديسي جو سوي فريمون ديسي ما فريمون كيفاش تبدلت الجزائر كيفاش تبدلوا العباد افيك لا مونتاليتي اللي راهم يمبوزيوها على الناس اللي مقدرين والناس لاباس راهم يمبوز سو جون دو شوز اللي دخل او يمبوزي لك واللي يخليها او يمبوزي لك واللي برمج على الربعه راهو يمبوزي سي تادير هذه السلسله هذه مانيش عارف منين منتخب انا معك في حاجه ان المنتخب الوطني لعب هذه المباراه الوحيده في شهر رمضان الان بعدها ما يلعبش حتى شهر جوان ضد اوغندا خارج الجزائر لكن مستقبل في شهر رمضان حيكونوا في مباريات تاع ربما اتحاد العاصمه شبيبه القبائل شباب بلوزداد وشنو هي الصوره اللي راحوا فالا فيكولي الجمهور الفرق ولا مولوديه الجزائر لو يلعبوا في استاد تاع نيلسون مانديلا يعني كل واحد يجي تما تصوروا لو لعبوا منافسه افريقيه ونبداو نضربوا فيها بطريقه نضربوا القرع ولا كاين ربع نهائي تاع كاس افريقيا كاس رابطه الابطال ممكن يلعبوا في نيلسون مانديلا الان اسمح لي بك الان استاد وتحل خلاص يعني المنتخب الوطني لعب تحل كيفاش يجوا الفرق الافريقيه يلعبوا عندنا ونضربوهم بالقرع صافي دي احنا نولوا ريسيدي فيستا تفضل لا البروبليم كي يرمي في القرع ينجم دخل القرع تاع بلاستيك هذا ودخله ينجم يضرب ينجم بصح لازم يتعاقبوا ما كاش اللي يعاقب عقاب لازم العقاب الكاميرا تخسر عليهم ما علاش خسرتوا درهم مال على الكاميرا ما كاش اللي يعاقب هذه وحده وين البلو غراف انا كي دخل القرعه تاع الماء ويرمي انا نجي ديريك كاين الكاميرا جيبو خويا انت كي تلقى كاع ممنوع ما تجيش كاع تدخل الاستاد سي تيرميني كي انت كي الشجره تاع قاعدتك بصح تدخل الربعه تروح ودخل قدره كيفاش وين تسخنوها كلا واشرب بارده واش كيف هذا دخل قدره كيف هذا دخل انا فهمني شكون اللي دار لا 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 اسمع محمد فهمني ماشي غراف واش هذه لا واش يا امين سي غراف يدخل قدره يسخنها في الجمر اللي يسخنها في الكار ولا سي با مون بروبليم ما تدخلش هذا غير حضاري واللي قال لك دخلوا على الربعه ما عنده حتى سير تاعك تاع ملعب ممنوع يدخلوا على الربعه شنو هذا تخدمني وسطاد طوب اربعه ما تسمح لي ما تنجموش ديروا نظام المقابله على 10 يلحقوا السطاد على 9 8 ونص 8 ونص يدخلوا علاش 8 8 ونص يا اخي معمر هذا السطاد الناس تدخل يتعمر روح تربح انا ولا انا نطيحوا بيا بكل صراحه خلينا نمشي شويه نشوف الصوره الاخرى الوقت ما تقلناش لا شوف انا مانيش فاهم انا ملعب بدون باركينغ سامح لي رضوان ما تفرجش عليا انايا ديني من الصابلات ولا ديني من سان جويلان بولوغين باش نروح في الكار في البيس وحل السطاد يا اخي عندي السياره تاعي الخاصه عندي باركينغ في الملعب نمشي اذا ما كانش باركينغ ولا ما كانش باركينغ نعم خلينا نروح نشوفوا صوره اخرى مؤسفه جدا ايضا لرئيس الاتحاديه ونائب المدير الفني الوطني كل من سيد زفزاف وجلول زهير وهم يطبطبوا في الباب ما غلقوا عليهم الباب ما خلوهمش يدخلوا ونستمع في رئيس الاتحاديه الجزائريه لكره القدم المسؤول الاول عن كره القدم الجزائريه في الجزائر في التليفون يتحدث ويطلب تقريبا النجده من اجل فتح الباب استمع هذا منا كي تجي رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم يطرق الباب دون أن تفتح له يتصل هاتفيا من أجل فتح الباب لرئيس الاتحادية داخل ملعب نيلسون مانديلا هذا مثال بسيط على التسيير داخل ملعب نيلسون اسمح لي أن نجاوب على هذه وخلي أمين تفضل يتكلم ولهذا اللي دخلوا القدرة القدور
واللي خلاهم يدخلوا نقول لهم سمحوا لي لان من بعد ما زدت شفت واش اوريد خلاص نقول لهم سمحوا لي جيريتي في جديد لان هذه هذا وقت قاعد تاع خلاص علاش تاتيني خلاص يعني شفت كيف شوف الباب كيف خلاص يترميني بس نتي راسك المسؤول الاول على كل حاجه انا قلت لهم سمحوا لي اللي قلت لهم دخلوا القدور وكذا سمحوا لي لا بروشين فوا دخلوا الطناجر دخلوا كل شيء سمحوا لي بلا سمحوا جيريتي في جديد لا كنتوا هكذا لا الفوتبول كاش مصير في الجزائر خلاص امين يعني ملعب بمعايير عالميه توضعوا باش في الاخير تجد نفسك راسي اتحاديه دق دق في الباب الناس دخلت على الربعه واحد يرمي في القرع النشيد الوطني تاع النيجيري تم تصفير عليه علاش حنا اسكو حنا وميريتو سا اسمح لي شويه للوراء تفضل جامي شفت في حياتي بلاد يدخل على 17 صباح الاستاد غير في الجزائر هذه صارت في كاس الجمهوريه سنه 2017 ولا 2017 2000 كنت فيها 2013 2012 2000 لعب طروا فينال كونسيكوتيف كنت الجزائر اسمح لي دخل على 17 صباح الماتش 4 في حياتي جامي شتها كيوصل الماتش يجيو لي سيبورتير عياو ما تكزيستيش هنا وصلنا لنهايه الحلقه كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم والا عجبكم ما تبخلوش علينا بزر اللايك والا كنتي مازال ما اشتركتش في القناه كنتمنى انك تشترك وإذا كنتي مشترك كنقولك شكرا بزاف الله يعاونكم.